التلفزيون العربي. إلى الضفة الغربية الآن، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمالي الخليل. أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين في البلدة، كما اقتحمت أيضا قوات الاحتلال شرق مدينة طول كرم، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين. إذن نتابع وإياكم مشاهدين هذه الصور التي تصلنا مباشرة من بلدة بيت أمر في الخليل، التي تشهد أيضا مظاهرات على خلفية استشهاد شاب هناك. نرصد التطورات والمشهد هناك مع فادي العصا في والذي نتابع وإياه هذا التشيع في بلدة بيت أمر. فادي، أترك لك التعليق على هذه الصور وعلى التطورات في الخليل. زاهر، قبل قليل خرجت جنازة وجثمان الشهيد إبراهيم زعقيق، هذا الشاب الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام هذه البلدة. هذا المسير في هذه البلدة، وتلاحظ كثافة تواجد المواطنين الفلسطينيين في عملية التشييع، يهتفون طبعا للشهيد، للمقاومة الفلسطينية، ويرفعون أيضا الفصائل أو أعلام الفصائل الفلسطينية المختلفة التي تقاوم الاحتلال. يظهر هنا طبعا هذا العدد الكبير من المواطنين الفلسطينيين في هذه البلدة التي أعلن فيها الإضراب الشامل، وواضح من خلال حركتنا منذ ساعات الصباح بأن المحال التجارية أغلقت في المنطقة الشمالية من مدينة الخليل. خصوصية بيت أمر أنها محاطة بمعظم المناطق أو معظم الجهات بالتوسعات الاستيطانية، كذلك أيضا بالشوارع الالتفافية، وتشهد عمليات مداهمة طبعا بشكل شبه يومي، خاصة أن أراضيها مقام عليها عدد من البؤر الاستيطانية والمستوطنات، وبالتالي جيش الاحتلال يقوم بحماية المستوطنين من خلال عملية الاقتحام المستمرة. تلاحظ أن هذا تشييع مهيب يمكن أن نصفه هنا، أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين ليس فقط في بلدة بيت أمر وإنما في محافظة الخليل، أعداد كبيرة تقوم بتشييع جثمان هذا الشاب الذي هو أسير محرر جريح سابق، طبعا كان أصيب برصاص جيش الاحتلال أكثر من مرة، وكذلك أيضا أفرج عنه فقط قبل أسبوعين من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أمضى 6 أشهر في الاعتقال الإداري، وتم تجديد الاعتقال إليه مرة أخرى قبل أن يتم طبعا إطلاق سراحه قبل أسبوعين. الناس هنا يقولون أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون الزعقيق قد استشهد بشكل متعمد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، كون العملية الاقتحام التي حدثت لم تستمر سوى دقائق معدودة. تلاحظ أيضا أن أعداد الناس الذين طبعا يشاركوا في عملية التشييع هم أعداد كبيرة، يمكن أن نقدرهم بالمئات إن لم يكونوا بالآلاف. الصورة تتحدث عن نفسها في كمية الغضب الذي يعيشه الفلسطينيون هنا بالاستهدافات. هذا الشاب لم يكن سوى أمام منزله، ومباشرة في دقائق معدودة اقتحم الجيش وأطلق الرصاص عليه قبل أن يستشهد متأثرا بإصابته بالرصاص في رأسه. نستمع إلى الهتافات التي تمجد هذا الشاب، وكذلك أيضا طبعا تهتف للمقاومة الفلسطينية. وهنا نلاحظ أيضا أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين. خصوصية الخليل جنوب الضفة الغربية أنها من أكثر المناطق التي تشهد عمليات اقتحام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كبرى عمليات الاعتقال تتم في هذه المحافظة الفلسطينية التي قدمت العديد من الشهداء. هذا الشهيد السابع في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، طبعا هو أخ وحيد لثماني شقيقات يتم تشييعه هنا في هذه الهتافات الغاضبة. سنسمح للصورة زاهر أن تتحدث، وكذلك نستمع إلى هتافات الناس هنا.
التلفزيون العربي.